والله هو شرف كبير ليا ان انا بحضر المهرجان وحاجه مشجعه اكتر كمان ان انا الحمد لله ليا فيلم في المهرجان. هو فيلم بطوله دايما ابو عبود, فيلم اسمه ارزه, فيلم لبناني, انتاج لبناني مصري بس هو فيلم لبناني وانا عامل المزيكا بتاعته. فالحضور النهارده بالنسبه لنا حاجه كبيره بالنسبه لي وبالنسبه لدايما اكيد. هي تكلم لكم بقى عشان مش بعرف اقول حاجه دي. أنا مبسوطة كتير إنه الفيلم عم ينعرض السنة بمهرجان القاهرة. هذا المهرجان أنا كتير بحبه, يعني إلي تجربة كتير كتير حلوة فيه, فشرف إلي إنه الفيلم أرزة بعد ما برا مهرجانات بالعالم يوصل اليوم على القاهرة وبمهرجان القاهرة, فإن شاء الله الناس تحبه مثل ما نحن منحبه. يعني هو أصلاً هو السينما هي لغة عالمية زي المزيكا كده بالظبط, فلما بيتعاون يعني مثلا التعاون كان مصر في فيلم أرزة هو تعاون إنتاج لإيمان المنتج اللي هو علي بأن دي قضية مهمة لازم يتكلم عنها وتوصل للعالم كله, فكان حابب أنه يشارك, ده كان هدفه. وأعتقد نفس الحاجة برضو لو في منتج لبناني حاسس أن في قضية تخص المصريين وهو تهمه بشكل خاص اكيد هيعمل كده برضو, يعني نفس الحاجه بالظبط. صح, يعني اللي قاله هاني كتير صح. وهو فيلم أرزي اصلا بيحكي عن قضيه هيدي الامراه وقضيه بيروت, ومطروح الموضوع بالفيلم مثل ما قال هاني. السينما اولا واخرا لازم تطرح بشكل فني مختلف بس بلغه سينمائيه معينه, بس قضايا انسانيه, والانسان هو عالمي ما عنده حدود فما في حدود بين. فانا بشكر علي على دعمه للفيلم, وكمان هاني لما عمل الموسيقى كان كتير فاهم أرزة الفيلم وشخصيته, فشكرا لهم.